انا بحب الروايات التاريخيه اكتر، مش ان هي تبقى حاجه في الماضي بس كده، لا الروايات التاريخيه بجد افهم اللي حصل لان التاريخ بيتعيد نفسه عامه. عباس العقاد واحمد خالد توفيق اكتر ناس، واي حد مش شرط يكون حد بس بيكون الروايات التاريخيه او الدينيه كمان موجوده كل سنه، وشايفه ان الاقبال السنه دي كويس قوي، يعتبر زي كل سنه ما فيش مثلا ان في ازمه موجوده اثرت على الناس تيجي، لا طبعا الناس كلها موجوده، وشايفه ان في خصومات كتيره جدا موجوده وان الناس عماله بتشتري، في اسعار بتبدا من اول جنيه ودي بتبقى كويسه قوي لفئه معينه من الناس، ولحد يعني خصومات لحد 70%. في كتب تانيه في التاريخ، يعني في كتب تانيه في السيره مثلا والاعلام والحاجات دي كلها، ففي كتب حاجات يعني كتير. يعني بقرا جميع كتب الادب العربي والشعر، جميع الكتب، لاني كاتب، لاني احب الكاتب ابراهيم الكوني و جميع الكتاب، يعني انا قرات لهم. انا مهتم اكتر بكتب الشعر زي مثلا ديوان المتنبي، مثلا الاعمال الكامله لنزار قباني. معظم الشعراء التانيين بقرا لهم مثلا من العصور الجاهليه، العصور العصر العباسي طبعا، الفتره اللي ازدهر فيها الشعر بطريقه يعني عاليه جدا، وطبعا الشعر الجاهلي عراقة اللغة العربية. كتب العلمية، بما ان انا في المجال بتاعي بيبقى اقتصاد، في البانكينج، في كل الحاجات اللي هي بتهتم بسواء المجال بتاعي او المجال اللي انا شغال فيه. معظم الناس بيهتم بالكتب الدينية، ده رقم واحد، بيحاولوا دايما بيجيبوا من الاماكن اللي هي المعتمدة او موثوق منها، هي حاجات محققة. وفي حاجات، في ناس كتير بتاخد مثلا من اماكن كتب العلمية او الكتب التاريخية، كل واحد على حسب المجال بتاعه، بس المبيعات الاكثر للكتب الدينية ثم كتب الاطفال. دايما بحب اخد في علم الاجتماع عشان ده التخصص بتاعي، وباخد دايما لوالدي عن حرب 6 اكتوبر وفي المجال الديني.